احترافيه، واحد النظام. كنشكروا المنخرطين ديالنا اللي حقيقه كاين شي هراج وشي سلطه، وهذا كيدل على الاشتغال ديالنا وعلى الاحترافيه ديالنا وعلى الثقه اللي عندي في المكتب المسير وعلى راسي السيد الرئيس كذلك. اليوم حنا الا ما علينا الا نزيدوا من هاد اعضاء المنخرطين وكذلك الجماهير ديالنا الا باش نعطيو الكثير باش ان شاء الله نحققوا لهم شي لقب اخر ان شاء الله. اليوم ما تعطش ليلو، واليوم الجمهور كيتسنى القاب اختارا هاد الموسم اللي قبيله ودينا لقب، باقي كيخصهم القاب اخرى، وهذا الشيء ان شاء الله اللي غادي نعملوا عليه باش يتاثر ان شاء الله في المستقبل. ونطلب الله يوفقنا في هذا الموسم هذا نحققوا شي لقب من هاد ثلاثه الالقاب، اما كاس العرش ولا البطوله ولا الالقاب فيما يخص المشاركه الافريقيه، ندوزو من دور المجموعات باش يمكننا نرضيو الجمهور ديالنا. صحيح وفعلا هي شركات وحدية لحقاش هناك فريق ديال اتحاد طنجة كرة القدم، وهذا الشيء ديال فيما يخص احدى الشركة راه حنا ملزمين ماشي لحقاش كاين قانون اللي فرضته علينا الجامعة الملكية واللي كان آخر أجل هو اليوم، وهذا الشيء اللي غادي يصب في مصلحة ديال كرة القدم من هذا الجانب كنشوف. اللي غادي يعطي واحد الدفعة، اللي غادي تكون شركة رياضية، اللي غادي يكون عندهم واحد التنقل فيما يخص حسب الشركاء الأحرار باش يكونوا داخلين يكونوا مساهمين في الفريق ديال اتحاد طنجة، وهذا الشيء إن شاء الله غيكون هو غيكون إيجابي أكثر من هو سلبي. كاينش الرونديو ديالو، ما كاينش ديك التصاور اللي كنا كنشوفو الاداره التقنيه بطبيعه الحال، يمكن انه يمشي دابا يمشي في شهر 12، يعني انتدابات وجهها كاع انتدابات يعني حره، يعني كتكون يعني صعيبه انك تحكم عليها من النظره الاولى، ضروري انك تعطيها فرصه في التدريب في التربصات وهذه، ولكن في الاخير بطبيعه الحال احنا كنمشيو على حسب الامكانيات ديالنا الحاليه، نطلب الله اننا نكونوا موفقين في الانتدابات ولا بالنسبه ل 80-90%. والطريقه التنظيم ديال المباراه والانتقادات اللي بعد الانتقادات اللي كان قالتها المباراه. فريق اتحاد طنجه هو ساند هذه التقليده مسانده رسميه، وحنا كنطلبوا من الناس اللي اساءوا لنا الضيف انهم يعتذروا، تكون عندهم الشجاعه بما انهم تعرضوا لهذا الموضوع هذا، لازم تكون عندهم شجاعه ويعتذروا من هذا الطيف والعائله ديالو. فيما يخص السكر الاسباني بالنسبه لنا مدينه طنجه، اننا نفتخروا اننا السكر الاسباني توجد لنا مدينه طنجه، وبالنسبه لنا بعد الاختلالات كنشوفوها عاديه جدا. احنا كمدينه طنجه ولا كالقدرات السياريه ديالنا والتنظيميه هي باقا ماشي ديك المستوى، وحتى الاسبان عارفين لما يجيو يختاروا مدينه طنجه هما ما عارفينش انها غتكون شي مقابله تنظيميا، خصوصا في الدخول ديال الجماهير غتكون في المستوى الكبير. كانوا كيطلبوا انه فقط تكون تقليل، ولكن الملعب لا يساعد لا السوبر الاسباني ولا يساعد اتحاد طنجه في تنظيم مباريات، الملعب لا يساعد جدا لانه تنقصه واحد مجموعه الامكانيات واحد مجموعه الوسائل باش تنظم مقابله يدخل لها 40,000 متفرج. شكرا.